بوعناني صغير بوعناني سي ان جون سي با ان كادر. حنا نهضروا على لي كادر اللي تنحاو من المنتخب وتحدثنا على التجديد ولكن ما شفناش تجديد يعني في المنتخب. نعم لو كان شفنا حاج موسى وكما قلت انت بوعناني وشفنا ربما بعد اسمح لي رضوان اسمح لي قطعتك ما طبيعتي ما نقطعش بصح هذا اللي راك تكلم عليه شيء ببوعناني لي جون هادو لي جون هادو حاج موسى هادو كاع لي جون هادو هادو كانوا يندارو عندها عام ونصلوه هذيني معك صح كي كنا نلعبوا لي ماتش اميكو هادو اللي كانوا ينتقلوا لي كنا قادرين يعني اوني دون ان بياج اوني اون اي تي بي جي اون ا بيردو دو طون لا ضيعنا وقت كبير شبب الفريق الوطني ا 2 اور دو لا كوب دي موند سي تان نوفراج سي تان غري ان غران ريس ما تقدرش تشبب المنتخب الوطني انا بور مو الفري تجري تشبب يجي مول لا كوب دي موند ميتنو راك تبريكولي باش تلحق لا كوب دي موند افيك اون ايكيب كومبيتيتيف. نعم صح سي دو سكون بو فير. كان الاجدر انا معاك كان الاجدر مش تروازون نهار كنا نقولوا بعد ما خسرنا مع الكاميرون هنا هذيك كان من المفروض تما يكون تشبيه المنتخب اعاده بناء المنتخب. حنا بقينا بريكولي قعدنا في الامام 35 ماتش اون ديفاس رانا نربحوا مع جيبوتي مع الصومال معك دا وبقينا هذيك الحكايه والفريق ما كانش يتقدم. لا نظن باللي انا كما تفضلت وقلت عوده هذه الكوادر اللي تكلمنا عليهم سي فري سي دي جوار كي اون بروفي بار لو باسي لور كاباسيتي في ليكيب ناسيونال. الواحد كيما بلايلي اني بلو بريزونتي سي بارمي لي ميور جوار في لا دنيير كان. دونك هاد اللاعبين يقدروا يجيبوا الاضافه كونترالمون الشبان هادو كيما تكلمنا عليهم بوعناني هادو ادمون شعيبي انكوربوري او فيرا ماجير مي دي جوار كونفيرمي تيل كو بلايلي سليماني محسي دي جوار كونفيرمي يجي غدوه اي بو تو فير ان غرون ماتش اي اشوري لو ريزولتا اي فودري با اوسي كاسي دوتر وي فو با كاسي دوتر. انا شفت انا فرانشمون اللاعب الجزائري الاقوى اكتويلمون سي عمورة نعم اذا اسمع الفارق نعم سي لي شوا دو مو سبتمبر رميت اون كوز لا تيتولاريزاسيون دو عمورة انا شي با داكور انا ما نظنش لا انا ما نظنش باللي عمورة راه يعاود يراجع اش مي شفناها لان شفنا في الموستي او دوزيام ميطو مع لو غوندا براتيكو سي تي روم دو ماتش هو اللي ديبلوكا لا سيتياسيون لازم نغارديوهم وي ما لازمش نجيبوا الكوادر بول لي بريزير دو لي راني معاك لي يسحق يجيبها بلوس مرحبا به ويقبل المنظومه تاع المنتخب سطري او عليه ملمح عليها سي تري امبورطون يوم عليه غير يلمح ماشي راح دايره سي تري امبورطون كي تفهموا مع لي جوار لازم كي تدخل للمول لازم تقبل لا ديسيبلين دو جروب ابسوليمون اسك سا سي اكي انا شو سوي با سور انا شو سوي با سور راني نشوفوا في بعض السلوكات في المواقع الاجتماعيه اوتور دو ليكيب ناسيونال ما انا بور موا ما تفرحش انا شفت انا نعطيك انا باسكو ما جي ايسيي داتر فرا انا شفت محرز يلا انفوي ميساج دو 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 كيفاش يقولوا ميساج دونكوراجمون لي باشولي مي ما شفتوش بعد ميساج دو سوتيان ليكيب ناسيونال اي سا انا بور موا سي نيجاتيف بوتيت كي فو اون رونكونت بوتيت كي يا دي un orgueil de parodie des encore de paradon mais انا كنت نسمع باش يكونوا صراحه باش يكونوا صراحه بما انه حنا بالمكشوف وانت حبيت تكون صريح انا نكون معك صريح. هو ايضا فلونتوراج تاعو يقول حبوا يخرجوني من لابتيت بورت انا مديت المنتخب الوطني ديت كاس افريقيا كنت لو كابيتان ليكيب ناسيونال رجعوني صغيور هو ثاني ما عجبوش الحال يقول لك كاين لي غو رضوان لازم لي غو تكون ولكن اللي يحب البلد اللي يحب المنتخب الوطني يجوز توجور المنفعه العامه على المنفعه الشخصيه صح. انا على في دان ماتش امبورطون دو ليكيب ناسيونال بعد ان ميساج بو لي باشولي كنت الفيتور باشولي كنت نبعث الميم ميساج ليكيب ناسيونال نوري لا بون فولونتي تاعي بيرسون نو دوت دو 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 لامبليكاسيون ولا دو لا كاليتي تاع محرز ولا سليماني ولا ولكن qui te coule une nouvelle dynamique parce qu'on est dans une nouvelle configuration c'est un nouvel entraîneur mais tu peux pas te mettre chaque fois le poste voilà ni شوف خاصه انه ما قاله واش قلت لك على المدرب انه حسب المصادر ما عجبوش هذاك التويت اللي داروا زاد الطين بله قال لك يعني في بعد ما لا كونفرنس دو بريس وين قال له جي بري لكن هو قال كان ما جاوب هو قال كان ما جاوبش المدرب جاوبت لهذاك اللي سي كذبني وقال بلي انا ما رفتش تليفون المدرب لا ولكن هو لا قال بلي جي بري فيها واحد لا بوليميك على ثاني قال جي بري اكت وكنت واجد باش نجي للمنتخب الوطني نعم. بعد تصريحات الناخب الوطني بصح رشيد هو بعد نهائيه كاس افريقيا كي خلص نهائيه كاس افريقيا واش قال كي جا للمطار
التصريح مازال موجود. قال الصحفيين داروا علينا لا بريسيون وي باش نروحوا بعيد صح ولا لا؟ لا ابسولي. وقال باللي ايلوري جوري هادو لي جورناليست كان عليهم ان ينتقدونا بعد نهايه الدوره نديروا لي ماشي مازال ما بداش الدوره داروا لنا لا بريسيون شاك ماتش يديروا لنا لا بريسيون. وانت يا سي محرز مع احترامنا اللي ما قدمته للمنتخب الوطني انت ايضا ما سنيتش لي دو ماتش تاع ليكيب ناسيونال باش تهضر، هضرت مور لا كونفيرونس دو بريس الو كونا دو ماتش ديسيزيف. كنت قادر يا خويا كذبوك خالو عيط في التليفون استنى يفوتوا لي دو ماتش ان شاء الله نربحوا لي دو ماتش مع لا غيني ومع لوغوندا تكون بليساج ودير تويت تقول يا جماعه انا كنت جاهز باش نجي للمنتخب الوطني هو ما عيطليش يعني باش ولينا في ليغو. هذا 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 القيل والقال تاع قالوا العرب قالوا لازم نديباسيوه صح واش عليه هو قال الاخر قال لازم ديباسيوه بور لانتيري تاع ليكيب ناسيونال. حنا دوكي راح يتكلم مع نبداو بمحرز راح يتكلم معاه باش نشوفوا محرز واش قلت انت. محرز قال وحضرت روحي وما لعبش دو ماتش باش نجي نلعب باش تسمى بري بور ليكيب ناسيونال. حنا نقولوا له واش ان شاء الله لو ديالوغ يكون مليح ولي ماتش اللي جاي لازم تلعب كيما راك تقول دركا لازم تورينا لا فالور تاعك تاع الصح وان شاء الله انت اللي زيد تفرح على سي فالا بور سليماني سي فالا بور بلايلي وشايبي وكذا. هذا واش نحوسوا حنايا ايماجي غدويز كيولو ويلعب مليح ويماركي ولا يمدين بال وتكاليفيو نوليو نقولوا قلنا لا واش عليه قال سيري في في, في, سي في 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 حديث جانبي لك علي بن شي خلينا نكشفوا في عرس مباركولو توغي لاعب مولودية الجزائر كان ليك حديث جانبي مع يوسف بالليلي انت ويوسف بالليلي بقيتوا لي وقت طويل تكلمتوا هل شجعتوا هو كان ساكت تسمع شفتك غير انت تهضر ما بيش واش كنت تقول كان معنا رشيد عباد لا كنت ننصح فيه في فايدته قبل لان ستاجوار بلان دو كاليتي ننصح فيه في فايته نقول لك واش قلت له انا كنت ننصح فيه وخلاص باش 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 ننصح فيه ونامو كنت ننصح فيه على الكومبورتمون تاعو باش ان شاء الله يروح لا كوب دي موند وان شاء الله لالجيري تكاليفا ويلعبوا الكوب دي موند باسكو عنده دي كاليتي لازم شويه هذاك تمهبل شويه مع لي زاربيت وكذا هذاك نعطي الكام بوان اللي قلت له هذا مهم منهم قال حبس لي زاربيت ما نزيدش تهضر معاهم هذه قلتها انا في زوج دقائق وتقعت مع اكثر من لا هو على فاش عجبني بلايلي تما كردوان اخي كنا كيف كيف ومن بعد كي جاي يتصور معاه شفت واش قال له قال له يا قلت له انت علي قلت له يا علي تصور مع بلايلي هو قال لك لا لا انا اللي نصور معاه لا في هذه الاسم في هذه قال انا اللي نصور معاه تما هنا عرفت باللي كي حب يهضر معاه مام هو كان حاب يتكلم مع علي بن شيخ يوسف بلايلي كان حاب يتكلم مع علي بن شيخ قال لي عيب انه هو يجي لعندي قال لي انا اللي نروح لعنده يعني اكزاكتو شوف لي ما يقال حول هو قال هكذا بصح انا رحت عنده امي هو قال هكذا واش عليه انا نروح عنده ماهوش عيب الكبير يروح عند الصغير ولا لو فات الصغير يقول انا نروح لعنده والكبير كي يروح لعنده يروح يقادر سي كاكا يقادر يلا يقادر وفي هديه واش يقولوا بزاف ناس عليه سي با لا 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 ما رياليتي تاعها مام الناس اللي كانوا تماك في العرس يعني كانوا يستناو بلايلي حاجه واحده اخرى انا تاني واحد صاحبي تماك محمد فريحي كان حاضر في العرس قال لي والله غير تصادفت كي شفت بلايلي التواضع تاعو مع شوف قال لي كانت عندي فكره واحده اخرى قال لي بصح في هذاك العرس ديكوفريت نوتر بلايلي شوف يا رشيد نعاود نزيد نقولها لك اليوم باش ما تزيدش تعاودها اللي جوار في المستوى العالي في العالم كاع تصيبهم متواضعين ولي عن بالو لعب تصيبو يفرفط كي هذاك السردو كيطير هو ما لعب عن بالو لعب يما في الليل كي كره يبدا يخمم دريبل ما لعبش مسكين هذاك فرفاط ويتكسل ويتكبر بصح اللي لعب تشوف روبرتو كارلوس جرون جوار كاش رونالدينيو ميسي راه الدنيا كاع فهمني وروح شوف اللي ما لعبوش اللي عن بالهم لعبوا شوفوا كيفاش عاملين سان كومبلكس فهمني هذا رشيد انت جورناليست في المستوى انت هو هادو متواضعين بصح كاين اللي نعرف لا كتب حرف البالي تصيبوا يفرفط خلينا نروحوا لموضوع اخر